ثقافات يعني ابن بار وعالم من اعلام الثقافه العربيه. بس محفوظ عبد الرحمن كان نموذج لمثقف واعي، عرف تاريخه ودرسه وكان له رؤيه لمستقبل هذه الامه، حاز لقضاياها الكبرى دايما، اخلص لها واعطلها بابداع متميز في الدراما التلفزيونيه في السينما. وكانت كلمه محفوظ عبد الرحمن تعبير دائم عن اجمل ما في هذه الامه وافضل انحيازاتها وافضل ما في تاريخها واكثر ما يليق ان نحلم به في مستقبلها. سيرنا استاذ كبير وعالم من اعلام ثقافتنا العربيه، لكن كلمته باقيه والامل في مستقبل هذه الامه باقي.